الحفل الكريم، نبدأ احتفالنا اليوم بكلمة ترحيب للسيد اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، صدق الله العظيم. السيد رئيس الجمهورية، مرحبا بكم سيادة الرئيس في يوم يتجدد بهاؤه كل عام للاحتفال بتخريج نخبة فتية من أبناء مصر في هذا الصرح العلمي العريق. يقفون أمام سيادتكم جندا أوفياء مقدرين عظم تشريفكم لمشاركتهم فرحة تخرجهم، يسترجعون أمام أعينهم طيفاً من الذكريات بدأت بحلم راوضهم أطفالاً بأن يكونوا ضباطاً مدافعين عن مقدرات الوطن، غايتهم تحقيق الأمن والأمان وحماية شعب مصر العظيم ومقدراته. فمرحباً بك سيادة الرئيس بين رجالك وأبنائك، قائداً وقدوة، ركناً ركيناً للعطاء والتضحيات. الحضور الكريم، تسير الأكاديمية وفق استراتيجية جادة محددة الأهداف واضحة المقاصد، غايتها مواكبة ركب التقدم في شتى المجالات، حيث تم الانتهاء من تطوير مجمع التدريب التكتيكي بكلية الشرطة الذي يضم العديد من الميادين التدريبية التي تم ربطها جميعاً بمركز للتحكم والسيطرة وتزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يكفل متابعة وتوجيه المتدربين في جميع الميادين في آن واحد وصولاً لنتائج تدريبية متميزة. ولم تكن استراتيجية الأكاديمية بمنأى عن متجه الدولة المصرية نحو التوسع في نهج التحول الرقمي، حيث تم الانتهاء بنجاح من تصميم وإعداد برنامج لتقييم طلبة كلية الشرطة إلكترونياً، يعمل على تقديم صورة وصفية وتحليلية متكاملة لكل طالب دون تدخل من العنصر البشري. واستمراراً في إنفاذ خطة الأكاديمية التي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على تطبيق نظام التخصص الوظيفي، تم تكوين عدد 6 فرق للبحث والإنقاذ من الفئة الخفيفة من طلبة السنوات النهائية في تخصص الحماية المدنية، والذين تم إعدادهم وتأهيلهم وفقاً لمعايير التصنيف المعتمدة دولياً. الحفل الكريم، على الصعيد الدولي لم تغفل الأكاديمية دورها كمنارة علمية تدريبية شامخة تهتم بتعزيز الشراكات الدولية وتسهم في إعداد كوادر الدول الصديقة وتكليلاً لمساع حسيسة في مجال التدريب على عمليات حفظ السلام. فقد اعتمدت مفوضية الاتحاد الأفريقي المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام كأحد مراكز التميز لديها لتدريب كوادر المكون الشرطي المشارك بتلك العمليات على مستوى القارة الإفريقية، الأمر الذي جعل من المركز نموذجاً مشرفاً يليق بمكانة مصر ودورها. السيدات والسادة، لقد مضت الأكاديمية في طريقها نحو تحقيق ما تصبو إليه من إتقان في صقل قدرات وتنمية مهارات أبنائها بما يتناسب مع حجم الأمانة وعزم الرسالة. فكان الحرص على الاستمرار في إنفاذ برنامج التدريب المشترك مع طلبة الكلية الحربية الذين يقفون اليوم وسط أشقائهم من أبناء كلية الشرطة ليشهدوا يوماً هو بحق للخريجين عيداً ولأسرهم فرحة وللوطن فخراً وعزة. حفلنا الكريم اليوم، تشاركوننا احتفالنا بدعم وزارة الداخلية بكوكبة جديدة من صفوة شباب مصر وخيرة جندها، حيث يتم تخريج 1273 من طلبة كلية الشرطة بنظام ال4 سنوات، من بينهم 48 طالباً وافداً من دولتي فلسطين وتشاد بنسبة نجاح بلغت 98.9%، وتخريج
1184 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 99.9%، جميعهم حصلوا على درجة الماجستير في القانون، وكذا تخريج 285 طالباً وطالبة من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 100%، وقد حصلوا جميعاً على دبلوم إدارة الأزمات والكوارث. كما يتخرج اليوم عدد 12 طالباً من رعاية الدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، وهي جنوب السودان، زامبيا، سيراليون، ليسوتو، الكاميرون، في إطار المنحة الدراسية التي تقدمها وزارة الداخلية للدول الإفريقية سنوياً بنظام العامين الدراسيين. يضاف إلى ما سبق تخريج 156 ضابطاً ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا، منهم 34 ضابطاً وافداً من دول البحرين، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، اليمن بنسبة نجاح بلغت 91.7%. كما قام مركز بحوث الشرطة بتدريب 932 متدرباً يمثلون 41 دولة إفريقية خلال هذا العام، فضلاً عن 60 متدرباً من دول الكومنولث، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المركز والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. كما قامت كلية التدريب والتنمية بتدريب عدد 5970 ضابطاً من مختلف الرتب بالوزارة في جميع تخصصات العمل الأمني. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في مجال تأمين المنشآت الحيوية والسياحية والأثرية، والمشاركة في ضبط قضايا المخدرات وأعمال الكشف عن المتفجرات تنسيقاً والقطاعات المعنية بالوزارة. الحفل الكريم، أتوجه في هذه المناسبة الكريمة بتحية تقدير وعرفان لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة وكافة قطاعات وزارة الداخلية، وكل الشكر والتقدير للسادة رؤساء الأكاديمية السابقين وجميع العاملين بالأكاديمية لجهودهم المخلصة في أداء رسالتهم النبيلة. أبنائي الخريجين، لقد استقبلتكم أكاديمية الشرطة شباباً شغوفاً بآمال الغد، متطلعاً لحمل رسالة الأمن، مدركين حتمية مواجهة المشاق والصعاب، فكنتم خير أهل لتلك الرسالة، وكنا أوفياء لتأهيلكم أتم تأهيل. واليوم تبدأ أولى خطوات مسيرتكم العملية، فاحرصوا على أن يكون زادكم العلمي والانضباط، وسمتكم البذل والعطاء، ورايتكم إعلاء مصالح الوطن، وهدفكم تحقيق الأمن والأمان في إطار من الالتزام بحماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية. السيد الرئيس، بمزيد من مشاعر الإجلال والتقدير، نشكر لكم تشريفكم هذا الاحتفال لتحتضنوا آمال وطموحات جيل جديد من الضباط، وقد آليتم أن تكرموهم بهذا التشريف. حفظكم الله لمصرنا الغالية ولشعبها العظيم، داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق العزة والرخاء. إنه نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.